عليكم. مرحبا بكم عندي فلاشين من جديد. نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله نقدم وصفة خاصة بالنسبة للبشرة الدهنية، البشرة المتعبة، البشرة اللي فيها آثار حب الشباب وكذلك اللي فيها تصبغات. قبل ما ندوزوا لتحضير الوصفة، نتمنى أنكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس، وكذلك تبارتاجوا لاشين مع الأصدقاء ديالكم ليتعم الفائدة. صراحة اليوم في هذه الوصفة هذه غادي نستعمل مجموعة من الأعشاب الهندية اللي قبل ما نشريها من الموقع بحثت مزيان عليها وشفت اراء جميع الناس بخصوص كل عشبه على حده، ولقيت ان مجموعه ديال الناس شكروا هاد الاعشاب اللي غادي تستعمل بواحد، شكروهم صراحه بزاف وقالوا بانها ساهمت بانها تزول لهم اثار لي سيكاتريس، وانها تساهم في انها تعطي بون مين لابو، تنقص من التصبغات وبزاف ديال الحوايج اخرين. من بين هاد الاعشاب اللي غنستعمل اليوم ان شاء الله عندنا نجر موتا كما كتشوفوا معايا. هاد النقرموطة هي واحد العشبة هندية كتستعمل كمادة مطهرة بالنسبة للبشرة وكذلك بالنسبة للشعر، كتكلمي لابو أو كتهدئ لابو، وهي مزيانة حتى الشعر اللي فيه القشرة، يعني الناس اللي فيهم كيف ما قلت نقر موطة كتساهم في أنها تخفف لنا بزاف من الحكة ديال الرأس، وكتساهم في إزالة القشرة اللي متواجدة في فروة الرأس. العشبة الثانية هي بودغ تي بسكويت، بودر دو تي بسكويت او لا تي بسكويت اون بودر. كما كتشوفوا معايا هي هادي. بالنسبه لهاد العشبه هي ايضا المكان الاصلي ديالها هو الهند. هاد العشبة هادي مهمة بزاف بالنسبة للبشرة الدهنية اللي كيكون عندها مسام واسع، يعني هاد العشبة هادي كتساهم في تقليل او تضييق مسام البشرة، وهذا الشيء بالتجريب، لانني انا ملي شفت ناس شكروا بزاف هاد لي بودغ شريتهم وقلت انني نجربهم بزاف ديال المرات ونشوف النتيجة، من بعد عاد نعطي الرأي ديالي فيه. اذا بالنسبه لهاد تي بسكويت هي رائعه جدا بالنسبه للبشره اللي فيها لي سيكاتريس ديال الحبوب او لا اللي عندها مسام واسعه، يمكننا نخلطوها مع زيت ديال شجره الشاي او لا زيت الخزامه ومع الماء طبيعه الحال، ويمكننا نضيفو حتى شويه ديال جل ديال الالويفيرا لانه مرطب. و لا بودغ الثالثه هي هذه، لا بودغ الثالثه هي هذه بودغ دو سانتيلا اسياتيكا. تقطع لي الفيديو دونك ما سمعتش مزيان. اذا هذه هي لا بودغ دو سانتيلا اسياتيكا. هاد البودره حتى هي من الهند. هاد لابودغ هادي مهمة جدا بالنسبة للبشرة لأنها كتساعد في أنها كتجدد خلايا ديال البشرة وكتعطي اون بون مين، وكتساهم في أنها كتفتح بزاف لون البشرة، يعني اللي عنده التصبغات يستعمل هاد لابودغ
بالإضافة إلى مجموعة من المواد الأخرى. يمكن نضيفوا لها الطين، أي الطين، نضيفوا لها بعض زيوت الأساس. وباش غادي نخلطوا هاد المواد غنضيفوا لهم واحد لابودر، هي عبارة على طين نولتاني ميتي. هاد الارشيل أو هاد الطين الهندي كيتستعمل بزاف، أو كنخلطوه، ولي كيتستعمل بزاف باش نخلطو هاد الأعشاب الهندية سواء بالنسبة للشعر أو بالنسبة للبشرة. هو كيساهم بزاف في تنظيف وتنقية البشرة، وكيستعمل كذلك حتى في صنع بعض الشامبوانات وبعض منظفات البشرة. مثلا ناخدو هاد البودغة دي ونضيفو لها جيل ألوي فيرا وقطرات من زيت أساس الشيء. وها احنا عندنا واحد منظف ديال البشرة رائع، ما كيأديهاش، ما فيه حتى شي مواد اللي هي ضارة. اذا هاد الطين هذا هو رائع رائع جدا، كيساهم في تنظيف البشرة بواحد الطريقة اللي هي آمنة ولطيفة. المادة اخرى اللي غادي نضيف هي لابخو فيتامين بيسا، هذا هو كيساعدنا ان نحافظوا على الترطيب ديال البشرة وكذلك تجديدها واعطائها واحد الاشراقة. اضافة الى ذلك غنستعملوا جيل الويفيرا طبيعي، وغادي نخلطوا كل شيء بشوية ديال الماء دافئ طبيعة الحال. إذن على بركة الله ما غاديش نستعمل كمية كبيرة، لأن هاد الأعشاب ما كيبغوش أننا نحتفظوا بهم سواء في الثلاجة أو في أي مكان. نستعملوا فقط الكمية اللي غادي تقدنا ديك الساعة. لهنا غنستعمل فقط قليل، لأنني غنستعمل فقط على الوجه. إذن ثم نضيف شوية ديال هاد البودر فونتيل. كما قلت غادي نستعمل فقط قليل، يعني داكشي اللي غادي يقضني انا في وجهي، غادي نستعمل بزاف. ثم هاد الطين هذا غناخد منه معلقة شوية كبيرة غادي نضيف بضع قطرات من لابخو فيتامين بي 5 ثم شوية ديال الماء. بطبيعة الحال جل الألويفيرا، كل بطبيعة الحال كيعرف فوائد جل الألويفيرا بلا ما نحتاجو أننا نذكروها. إذا هنا مازال خصني نزيد واحد شوية ديال الماء. هاد القياس هذا أنا كافيني بالنسبة للبشرة ديالي، غاديش نحتاج كمية أكبر. إلا زدت شي شوية غادي يبقى غير يضيع، يعني غنحتفظ بيه في الثلاجة، ولكن ما غاديش يبقى عندو الفوائد ديالو بحال الأول.
تسلكو مزيان باش هاد الاعشاب كامله تنسج مع بعضها. اذا هذا هو الخليط اللي حصلت عليه، هذا هو الخليط اللي حصلت عليه يعني من بعد ما غنستعمل هاد الماسك هذا لمده 15 دقيقه، ومن بعد غادي نغسلو بالماء دافئ ومن بعد بالماء بارد، ونستعمل تونيك من بعد. انا كنستعمل الماء ابار بطبيعة الحال لانه مفيد جدا بالنسبه للبشره. نتمنى ان هذه الوصفه هذه تكون مفيده بالنسبه لكم وتجربوها، واللي جربها يبارطاجي معنا الاكسبيريونس ديالو. ان شاء الله في هاد الفيديوهات القادمه غنعطيكم بعض الاعشاب او البودرات الهنديه والاستعمالات ديالها، سواء بالنسبه للشعر او بالنسبه للبشره، وبالنسبه كذلك صباغه الشعر بشكل طبيعي، وكذلك التخلص من الشيب او صباغه الشيب بواحد الطريقه اللي هي طبيعيه وامنه على البشره، وكذلك علاج بالنسبه للبشره، ليس فقط صباغه وانما غادي يكون ان شاء الله علاج بالنسبه للشعر وترطيب وكل شيء بواحد الطريقه اللي هي امنه وطبيعيه، ما عندها حتى شي اضرار وما فيها حتى شي مواد اللي هي كيماويه تقدر تاثر على الصحه من بعد، يعني على المدى البعيد. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر لايك وتبارطاجيو لاشين مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، ونلتقي ان شاء الله في فيديو جديد.